بكم إلى العالم هذا المساء. هذه هي العناوين. نتنياهو يعرض القيام بدور مرشد سياحي للزائرين المسيحيين الذين يودون زيارة القدس، وحكومته ترحب بقرار غواتيمالا بنقل سفارتها إلى المدينة. يمكن أن تزوروا أيضا كنيسة القيامة التي تبدو خلفي الآن، وأي مكان ترغبون بزيارته على خطى يسوع كجزء من إرثنا اليهودي المسيحي. الليلة نبحث في محاولات فرض الأمر الواقع في القدس من خلال خطوات مثل نقل السفارات أو إصدارات مقاطع مصورة كما فعل نتنياهو. تونس تعلق رحلات طيران الإمارات رداً على منع التونسيات من السفر إليها. حتى القرار اللي تم اتخاذه من طرف الدولة التونسية نعتبره قرار تقني فقط، لأنه قرار يمنع فقط يعني الطائرات الإماراتية من الرسوب بمطار تونس قطاج دولي، ولكنه لا يمس يعني جوهر الموضوع. كيف يمكن أن تؤثر هذه الأزمة على العلاقات بين البلدين؟ القوات الحكومية السورية تتوغل في آخر جيب ما زال مسلحو المعارضة يسيطرون عليه في الغوطة الغربية. ما تأثير سيطرة القوات الحكومية على الغوطة الغربية بالنسبة للمشهد الميداني؟ أهلا بكم. نبدأ الليلة من القدس التي اختارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كي يقوم فيها بدور مرشد سياحي للزائرين المسيحيين الذين يودون زيارتها. نتنياهو نشر مقطعا مصورا على حسابه الرسمي على تويتر عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية المحتلة، ليقول إن إسرائيل تحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة. بالتزامن مع دعوة نتنياهو للقيام بدور مرشد سياحي في القدس، اختارت غواتيمالا نقل سفارتها إلى المدينة لتصبح الدولة الأولى التي تسير على خطى ترامب وقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، على الرغم من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتبر مثل هذه الخطوات عديمة الأثر القانوني. الليلة نبحث في محاولات فرض الأمر الواقع في القدس من خلال خطوات مثل نقل سفارات أو إصدار مقاطع مصورة كما فعل نتنياهو. احتفل الفلسطينيون كعادتهم بميلاد السيد المسيح. ازدانت شوارع مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بزينة الميلاد، وأقيم قداس في كنيسة المهد. الميلاد مختلف هذا العام، والأماكن المقدسة لدى المسيحيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 أصبحت موضوع نزاع إعلامي وسياسي. فقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تلاه من مواقف دولية أعاد قضية المقدسات الدينية في هذه البلاد إلى دائرة الضوء. وها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن المسيح كجزء من الإرث الديني الثقافي لدولة إسرائيل، بل يعرض تنظيم جولات سياحية للمسيحيين. في الحقيقة سوف أكون بمثابة دليلكم في هذه الرحلة، وفكروا بالأمكنة التي يمكن أن تزوروها. يمكن لكم أن تذهبوا إلى قارب يسوع في بحر الجليل. يمكن أن تزوروا أيضا كنيسة القيامة التي تبدو خلفي الآن، وأي مكان ترغبون بزيارته على خطى يسوع كجزء من إرثنا اليهودي المسيحي. تقع كنيسة القيامة التي تحدث عنها نتنياهو في الجزء الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل وأعلنت ضمه في خطوة رفضتها الأمم المتحدة واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي. وتمتلك عائلة فلسطينية مسلمة مفاتيح كنيسة القيامة كأمانة عهدت إليها منذ قرون، لكن إسرائيل تعتبر القدس كلها جزءا من أراضيها وتستند إلى مراجع تاريخية ودينية لتأكيد ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض منذ أكثر من 2000 عام. قرار ترامب شجع المسؤولين الإسرائيليين على دعوة الدول إلى نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وهو ما قررت فعله غواتيمالا وفق ما أعلنه رئيسها جيمي موراليس في بيان نشره على حسابه على فيسبوك. نعتقد بأن هذا دليل صداقة، وبلد مثل غواتيمالا كان صديقا لإسرائيل لأعوام عديدة. واضح من موقفه إظهار أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وغواتيمالا هي إحدى 9 دول صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي يعتبر أن القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني. للنقاش ينضم إلينا من القدس الكاتب الصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد الرؤوف أرناؤوط، أهلا وسهلا. ومن القدس المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، أهلا وسهلا. سيد عبد الرؤوف أرناؤوط، برأيك كمراقب لأداء السلطة الفلسطينية وللرأي العام الشعبوي الفلسطيني، كيف ترى خطوة غواتيمالا خصوصا إذا تبعتها الدول الأخرى 9 التي وقفت ضد قرار الأمم المتحدة؟ الشارع المقدسي والفلسطيني ينظر بغضب وقلق شديد من هذه الخطوة، يعتبرون أنه إذا ما كانت هذه هي البداية لقيام دول أخرى بمثل هذه الخطوة فإن ذلك سيكون بمثابة مؤشر خطير جدا، وبالتالي هناك محاولات للضغط على الدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه هذه الدول وتحديدا غواتيمالا. صحيح أن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ مواقف شديدة تجاه الولايات المتحدة بسبب أن الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بغواتيمالا هي دولة صغيرة هامشية غير مهمة بالنسبة للعرب والمسلمين، وبالتالي فإن بالإمكان اتخاذ خطوات رادعة تجاهها تجعل دول أخرى لا تحدو حذوها في مثل هذا الموقف. نعم، ولكن سيد أرناؤوط، ما الذي يدير الجانب الفلسطيني في وقت الأمم المتحدة ذاتها اعتبرت أن الخطوات الأخيرة المتخذة خطوات غير قانونية، بل وحثت واشنطن على الرجوع في الخطوة؟ صحيح، هم بالنسبة للفلسطينيين يتم النظر إلى هذا الموضوع على أنه انتهاك واضح وصريح لقرار الأمم المتحدة الذي اتخذ قبل أيام، وهو اتخذ في إطار اجتماع متحدون من أجل السلام، وبالتالي هو قرار قوي يقارب في قوته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ولكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة، النشاط الفلسطيني الميداني ما زال مستمرا، النشاط السياسي الفلسطيني ما زال مستمرا، وهناك حديث عن إجراءات من الممكن اتخاذها خلال الفترة القادمة، من بينها الإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وأيضا هناك حث فلسطيني للدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف تجاه الولايات المتحدة وتجاه هذه الدول. ولكن في فلسطين يقولون أنه صحيح أن بعض الدول العربية تعتبر أن لها مصالح قوية مع الولايات المتحدة وربما من الصعب اتخاذ مواقف ضدها، ولكن ماذا بالنسبة لدول مثل غواتيمالا والآن حديث عن هندوراس ودول أخرى؟ بالتالي يتوجب الآن، هكذا يعتقد الفلسطينيون، يتوجب الآن اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الدول حتى لا تحدو حذو الولايات المتحدة في موقفها، بالتوازي مع الضغط على الولايات المتحدة لتراجع عن موقفها. سيد إيلي نيسان، هل الفيديو الذي صوره بنيامين نتنياهو يعني بفعل الكيد ولا اليأس بعد قرار الأمم المتحدة باعتبار أن الخطوات الأخيرة غير قانونية كما ذكرت؟ أولا، ما قام به السيد نتنياهو هو بمثابة رمز، هو شجع أو يشجع العالم المسيحي القيام بزيارة إسرائيل والأماكن التي كان فيها السيد يسوع، حتى أن وصل من طبرية إلى بيت لحم. وأنا أريد أن أذكر الصحفي عبد الرؤوف أنه أنا أستغرب على الهبة التي أنا أسمعها. حتى 1980 كانت هناك 13 دولة التي كان لها سفارات في العاصمة أورشليم القدس. بعد قرار إسرائيل اعتبار أورشليم القدس كعاصمة دولة إسرائيل في العام 1980، هذه الدول قررت نقل سفاراتها من أورشليم إلى تل أبيب. واليوم هذه الدول، وأعتقد أن هناك في المستقبل بين 15 و20 دولة إلا تقرر أو الاعتراف بأورشليم القدس كعاصمة دولة إسرائيل أو نقل سفارتها إلى أورشليم القدس. وأنا أيضا أستغرب على الموقف الأردني الذي سمعته قبل قليل من وزير الخارجية الأردني الذي يرفض
قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى أورشليم القدس. ماذا ألا يعتقد وزير الخارجية الأردني أنه هذا تدخل في قرارات دول مستقلة كغواتيمالا ودول أخرى التي تريد نقل سفارتها إلى أورشليم القدس؟ مع العلم أن الأردن عندما كان اليوم نرى حرية العبادة في أورشليم القدس لكل الأديان السماوية. طيب ماذا حدث فيما طرحت حضرتك سيد إليني قبل عام 67 عندما منعت الأردن من اليهود الاقتراب إلى حائط المبكى أو إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل؟ حضرتك تجيب على نفسك. ولذلك من المستحسن أن لا يلقن وزير الخارجية الأردني درسا حول حرية العبادة لإسرائيل. في الواقع حضرتك رددت على نفسك في نقطة الأردن، لأنه الأردن لديها موقف قانوني من دور العبادة في الأراضي المقدسة، وبالتالي لها كل الحق في رأينا ما حدث قبل عام 67. اسمح لي أن أطرح على حضرتك السؤال كي نتحاور، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لو التسع دول التي وقفت ضد قرار الأمم المتحدة، لأنه العالم المسيحي الذي حضرتك تذكره كل الدول التي تعتمده قانونا وتشريعا لها صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة، فحتى لو التسع دول صحيح. نقلت سفاراتها إلى القدس، هذا لا يعني أنه ذلك يغير الوضعية القانونية، أن القدس الشرقية محتلة وأن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية محتلة، أليس كذلك؟ أولا أريد أن أشير أن السفارات التي كانت في الماضي قبل العام 1980 كانت في الشطر الغربي لأورشليم القدس. حتى ترامب الذي تحدث عن الاعتراف بأورشليم القدس عاصمة لدولة إسرائيل لم يخطط حدود أورشليم القدس، وقال إن هذا الأمر سيكون في ضمن مفاوضات الدائمة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. ولكن مع الأسف ما نسمع من أبو مازن أنه يعاقب الولايات المتحدة ويرفض أن يستقبل نائب ترامب الذي كان من المقرر أن يأتي إلى أورشليم، ولا يرى في الولايات المتحدة وسيط نزيه في حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية. كذلك القيادات المسيحية سيد إلي نيسان، وبالتالي عن أي مسيحيين نتحدث؟ القيادات المسيحية رفضت مقابلة مايك بنس. مع كل الاحترام، في الأمم المتحدة هناك أغلبية تلقائية ضد إسرائيل، إذا كان هذا أغلبية إسلامية عربية طيب. أو الاتحاد الأوروبي التي يتخذ موقف معادي لإسرائيل. على سبيل المثال أنا أذكر كيف يمكن تفسير قرار أونسكو الذي اتخذ قرار أنه ليس أي صلة للشعب اليهودي بالأماكن المقدسة في أورشليم القدس. طيب أنا أشكر لحضرتك. ولذلك أنا لا أستغرب من نوعية هذه القرارات وهذا التصويت. وأنا أريد لهذا الحوار أن يكون حوارا متوازنا بين الضيفين. أستاذ أرناؤوط، فرض الأمر الواقع، هل تعتقد أنه يمكن مقابلته بأمر واقع آخر من الجانب الفلسطيني أو من الدول التي تقول أنها تساند هذا الجانب؟ لا، بداية تعقيبا على ما فعله نتنياهو اليوم، هي ليست المحاولة الأولى. نتذكر الشهر الماضي عند وصول السائح رقم 3 مليون، نتنياهو عرض أيضا أن يكون بدور الدليل، وفي تلك المناسبة قام لماذا لا؟ نيسان لم يقاطع حضرتك أحد، فلو سمحت أن تعطي الفرصة كاملة لضيفي. تفضل أستاذ أرناؤوط. قدم الكعك المقدسي الفلسطيني الشهير والزعتر وكأنه منتج إسرائيلي، وبالتالي نتنياهو يريد أن يعيد الكرة الآن مرة ثانية. ولكن أنا أعتقد جازما أنه فقط بعد دقائق من تركه من قبل السياح الذين يرافقونه، فإنهم من خلال جولة بسيطة في القدس الشرقية والقدس الغربية سيجدون الفرق الخبير بين الخدمات، بين المساكن، بين وضع السكان. القدس الشرقية كمدينة، السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون الاحتلال منذ المولد وحتى الممات، مرورا بالتعليم، مرورا بالصحة، مرورا بالعمل، مرورا بكل مناحي حياتهم تقريبا. وبالتالي عندما يشاهد المواطن أو السائح الغربي ما يجري في مدينة القدس، هو يعود بصورة مغيرة تماما لما يسمعه من داعية إسرائيلية. نحن نعلم أن نتنياهو كشخص هو رجل علاقات عامة من الطراز الأول، ولكن الحقائق على الأرض
هي التي تكشف زيف المزاعم. وبالتالي إذا ما كان الحديث عن إجراءات يقوم بها الفلسطينيون لفرض الأمر الواقع في القدس فهي صمودهم في مدينة القدس، وهم يصمدون في مدينة القدس على الرغم من الأوضاع التي سكان القدس لا يحتملها بشر الموجودة في مدينة القدس الشرقية. فيما يتعلق بقضية حرية العبادة، يعني أنا أتساءل مثلا بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من هم دون الخمسين لا يسمح لهم من قبل إسرائيل بزيارة القدس. نعم. أو الصلاة في المسجد الأقصى. أيضا تطرح المسؤولية على الجانب الإسرائيلي جميعهم، ولكن أنا أسألكم عن مسؤولية السلطة الفلسطينية والدول التي تقول إنها تدعم هذا الجانب، لأنه حتى الآن باستثناء قرار الأمم المتحدة والمشروع الذي لم يتم المصادقة عليه في مجلس الأمن لم نرى خطوات تندرج تحت اسم الأمر الواقع، كلها أطر قانونية افتراضية رمزية إذا ما صح التعبير بعد إذنك. صحيح، السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية ينظرون إلى ما جرى حتى الآن وكأنه إجراءات لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب من أجل الرد على ما قامت به الولايات المتحدة. الفلسطينيين يقولون نحن جاهزون للصمود في مدينة القدس ولكننا بحاجة للدعم العربي، بحاجة للدعم الإسلامي، بحاجة للدعم من السلطة الفلسطينية. نعم. وبالتالي هم الآن بانتظار هذه الإجراءات كي يصمدوا في مدينة القدس. هم يصمدون من ناحية إسرائيل. نعم. هي تعتبر وجود الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية كخطر استراتيجي. طيب سيد إلي نيسان، في كل كتيبات السياحة في العالم من الصعب جدا أنا لم أطرح سؤال بعد في كل كتيبات السياحة في العالم تفضلي. من الصعب على سائح أن يتجه إلى بلد الأراضي فيها بالواقع القانون الدولي تحت الاحتلال، المناوشات فيها بسبب خطوة كالخطوة الأمريكية دائرة كل يوم، حتى بفعل الحديث عن الأمن health and safety الذي كثير من السائحين يعني مهتمون به ويعلونه أهمية، المسألة لن تكون ببساطة فيديو يصور على تويتر. أنا أريد أن أقول ثلاثة نقاط إذا سمحتي. تفضل. أولا أنا أتجول أسبوعيا في شوارع البلدة القديمة وأرى مجموعة غفيرة من السياح الذين يأتون من كافة أرجاء العالم ويتنزهون هناك بحرية دون أي إعاقة. ثانيا، نقطة ثانية، إذا سألنا سكان أورشليم القدس تحت من يريدون أن يكون السيطرة تحتهم، هل يريدون أن تكون السلطة الفلسطينية أو السلطة الإسرائيلية في أورشليم في شرقي القدس؟ أنا أقول لك بصراحة أنه أكثر من 95% من السكان شرقي أورشليم القدس يريدون أن يكون تحت إسرائيل. من أين لحضرتك بهذه الإحصائية؟ أنا أسأل سؤال، أنا ساكن في القدس، أنا أعرف ماذا يحدث في القدس. نقطة ثالثة، أنا أريد أن أقول متى كانت أورشليم القدس عاصمة دولة فلسطينية؟ في عهد الأمميين، في عهد العباسيين، في عهد الأردن التي اختارت أن تكون عمان عاصمة للمملكة الهاشمية. ولذلك على ماذا يتحدثون عاصمة دولة فلسطينية؟ متى كانت دولة فلسطينية ومتى كانت أورشليم القدس أو شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية؟ النقطة الثالثة سأتركها لضيفي للرد عليها. النقطة الثانية، تحدثت أنا إلى الممثلين عن العرب 48 في القدس الشرقية في الكنيست أكثر من مرة وقالوا لي أنه بالتأكيد هم يرون أن هناك تفرقة عنصرية بين المواطنين الفلسطينيين العرب الذين يعيشون في القدس الشرقية وبين الإسرائيليين، إضافة إلى أن القانون العسكري المطبق في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يجعل الدولة دولة تفرق عنصريا بين من تقول إنهم مواطنوها. أنا أقول لك بصراحة، لحظة أستاذ أرناؤوط، أنا موقف القائمة العرب القائمة المشتركة معروف، وهم ولاءهم طبعا هو لا للسلطة الفلسطينية وليس لإسرائيل رغم أنهم يخدمون كأعضاء كنيست، وهذا الذي يمثل الحرية والديمقراطية في إسرائيل. طيب أنا قبل أن يتخطاني وقتي بس لا يعني لن أستطيع أن أتطرق إلى نقطة ثانية، بس أريد التعقيب على النقطة الثالثة التي طرحتها مع الأستاذ أرناؤوط. تفضل أستاذ أرناؤوط. يعني أنا من سكان القدس الشرقية وأنا لا ألمس أي من هذا الكلام الذي يتحدث عنه الضيف لديك، ولا يوجد عاقل في العالم يبدو أنك لا تتجول في شوارع أورشليم القدس. سيد إلي نيسان لحظة لو سمحت بعد إذنك، تفضل أستاذ أرناؤوط. ولا يوجد عاقل في العالم يقبل أن يعيش تحت الاحتلال.
انا اقول لك طبعا احتلال حتى الان انا اشعر بالمأساة يوميا، اخشى صحيح. ايضا لاولادي ان يعيشوا نفس الحياه التي اعيشها انا طوال حياتي في مدينه القدس، واتمنى لاولادي ان يعيشوا حياه مختلفه تماما عن الحياه التي عشتها، حياه صحيح. بؤس، حياه صحيح. شقاء، حياه صعبه، وكل ذلك بسبب الاحتلال الاسرائيلي لمدينه القدس. لذلك الغالبيه مثلا بالنسبه للسكن في مدينه القدس الشرقيه، تكلفه رخصه البناء في القدس الشرقيه تصل للشقه التي تصل الى 100 متر مربع تصل الى $50,000، بينما هي في المناطق صحيح. الاخرى في الضفه الغربيه لا تصل الى اكثر من $2,000. الشقه السكنيه في مدينه القدس الشرقيه تكلف اكثر من $400,000، بينما هي في رام الله القريبه تصل الى $100,000. السبب هو ليس ارتفاع تكلفه البناء في مدينه القدس الشرقيه، وانما بسبب اجراءات الاحتلال. اسرائيل لم تبقي للسكان الفلسطينيين من سكان القدس الشرقيه سوى 13% من مساحه الاراضي التي كانوا عليها عند بدايه الاحتلال، فعن اي حياه يحب الفلسطينيين ان يعيشوها؟ يعني انت تعرف كم سكان الخليل قدموا الى ليسكنوا في اورشليم القدس، هل تعلم ولا لا تعلم؟ عموما وكم من سكان الخليل والضفة الغربية قدموا ليسكنوا في أورشليم القدس؟ حضرتك طرحت رؤية سيد إلي نيسان لها علاقة بمن يريد الساكنون في القدس الشرقية أو جلهم العيش تحت أي إدارة، واستمعنا إلى وجهة نظر طرف من هذه الأطراف. أنا مضطر أن أتوقف هنا لو سمحت. إذا يعطوني ليسكنوا في أورشليم القدس بمعنى هناك حياة رخاء في أورشليم القدس وليس كما يقول الصحفي. والله حضرتك أنا أتحدث إلى ساكنين من سكان القدس الشرقية، وأتحدث عن فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضطر للتوقف هنا. أعتقد أننا حصلنا على إجابات شافية من القدس الكاتب الصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد الرؤوف أرناؤوط، شكرا جزيلا لك، وشكرا للمحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان من القدس. إلى تونس الآن التي أعلن رئيسها الباجي قايد سبسي استمرار قرار تعليق رحلات طيران الإمارات في مطارات تونس إلى حين تسوية أزمة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات. الإمارات كانت قد اتخذت إجراءات بمنع ركوب التونسيات على طائراتها أو عبور البلاد، مثيرة بذلك سخطا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التونسية، وبرر المسؤولون الإماراتيون هذا الإجراء بتلقيهم معلومات عن تهديدات إرهابية. كيف يمكن أن تؤثر هذه الأزمة على العلاقات بين البلدين؟ ما من شك أن العلاقات التونسية الإماراتية دخلت منعطفا جديدا ينطوي على درجة من الخطورة بعد قرار وزارة النقل التونسية تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية. بياننا كان نهار السبت، الاتحاد الشغل أيضا سجل بيان يعني يوم الأحد 24 ديسمبر. اليوم ثم وقفة احتجاجية الساعة 3 مساء قدام سفارة دولة الإمارات بتونس، يعني لأنه كما قلت حتى القرار اللي تم اتخاذه من طرف الدولة التونسية نعتبره قرار تقني فقط، لأنه قرار يمنع فقط يعني الطائرات الإماراتية من الرسوب بمطار تونس قطاج دولي، ولكنه لا يمس يعني جوهر الموضوع اللي نعتبروه يعني الإماراتيين يستطيعون يعني المرور بتونس، الإماراتيون يعني ما ثماش معاملة بالمثل. القرار التونسي جاء ردا على قرار طيران الإمارات منع التونسيات باستثناء المقيمات وحاملات جوازات سفر دبلوماسية من السفر عبر رحلاتها حتى في حالة العبور أو ترانزيت. القرار الإماراتي تزامن مع تكهنات تحدث عن جزء منها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر قائلا إن القرار الإماراتي جاء إثر معلومات أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. كذلك نقلت وكالة تونس إفريقيا الرسمية للأنباء عن المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية أن الإمارات لديها معلومات بأن تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية ربما ينفذن عمليات إرهابية في الإمارات. الشعب الإماراتي هو شعب شقيق لتونس، معناه هذا لا جدال فيه، إلا أنه ثم أحداث معناها تراكمات صارت في الأخر ينجم يكون عندها انعكاس وعندها تأثير، مثلا قرار متاع ترامب حول القدس، مثلا الدول الخليجية توا
في علاقاتها مع بعض الدول العربية اللي ساندت ترامب. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى البلاد لحين مراجعة إجراءات سفر التونسيات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن قائد السبسي شدد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي على ضرورة صون كرامة كل المواطنين. الشرح الإماراتي بحسب مراقبين ربما يكون ساهم في تجميد تداعيات الأزمة ولو لحين، بانتظار إقرار إجراءات لعودة الأمور إلى طبيعتها. للنقاش تنضم إلينا من تونس السيدة بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بحضرتك. وعبر خدمة سكايب من دبي السيد موسى القلاب، الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية والدفاعية والعسكرية. أهلا وسهلا بحضرتك. البداية من تونس سيدة بدرة، قرأت أكثر من تفسير أو تأويل للقرار الإماراتي، لكن معظم ما ذهبت إليه يرجع القضية لأسباب سياسية. تتفقين حضرتك مع هذا الطرح ولا ترين أن هناك سبب أمني ولكن من وجهة النظر التونسية به قدر كبير من المبالغة؟ شكرا سيدتي. يعني نقول انه هو في البدايه كان مجرد يعني من شركه الطيران الاماراتيه كان مجرد يعني اجراءات امنيه على اثر معلومات معينه اتخذوا هذا القرار، وكنا ننتظر احتواء الازمه يعني بشكل ما، لانه انا لا اقول ازمه يعني المشكل بشكل ما، لانه باعتبار ان احنا لا نريد ان ندخل في متاهات ازمه عربيه، يكفي للعرب يعني مشاكل وكذا. لكن تتطور، والآن حتى السيد الرئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي قد اتخذ قرار تعليق، يعني تعليق مؤقت إلى أن تحل هذه المشكلة. يعني بالنسبة للشركة الإماراتية كان فيها نوع من الارتجال في أخذ القرار، القرار أنه يعني لم يكن مسبق، لم يكن له تحضير أو حتى يعني مباحثات مع الجانب التونسي. وطبعا هم انا اقول انهم هم ارادوا ان يستبقوا ما بين قوسين احداث ربما تقع لهم ويتكلمون عن امنهم القومي. هذا من حقهم، وكل انسان يتحدث عن امنه القومي، لكن على اي مستندات وعلى اي سندات هم اخذوا هذا القرار، يعني الذي يعتبر نوعا ما فيه نوع من التسرع بخصوص تونس ثم المرأة التونسية. يعني وهنا فسحوا المجال وفتحوا مجالات كبيرة جدا للتدخل بطبيعة الحال، الفتن والأطراف التي تريد أن تستغل كل الثغرات لتسكن ولتؤجج المشاعر. كان من المفروض انه يكون فيه يعني قرار من نوع اخر. الشركه اخذت قرارها يعني الارتجالي، ولكن السياسي يجب ان يتدخل في الان ليوقف وليحتوي هذه الازمه يعني وهذا المشكل. لكن بدا من يوم 22 الى يوم الجمعه الى اليوم يعني، والامر لا يزال يتسع ووقعت المشكل قاعدة تتسع. نحن بالنسبة لنا نقول أن الأمر لا يجب أن يأخذ حجم أكبر من هذا. نعم. يجب أن لأنه يضر بالشعبين. نعم. بالشعبين بالشعب. نعم. التونسي والشعب الإماراتي. لازلنا نقف عند الأسباب سيدتي. سيد قلاب، على الحد أو الفرضية الأفضل، الحديث يدور عن أنه لا ينبغي للأمر أن يسوء عن ذلك، خصوصا بعد تغريدة للدكتور قرقاش وبعدها بعض التحليلات من التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلات شبه رسمية تتحدث عن أنه القضية ذات خلفية سياسية بعد الحكم للنهضة في تونس وبعد الموقف الأخير من أزمة قطر. أيهما حضرتك تميل إليه؟ في الواقع الأسباب الأمنية عادة هي ملحة ويعني لها أولوية قصوى في هذا السياق، خاصة بما يتعلق بالأمن الوطني وأمن الطائرات وأمن الطيران المدني تحديدا. وصدف أنه يعني أرسل السيدات من دولة عربية إلى الأردن لتفجير فندق وعمليات أخرى في مناطق أخرى وفي دول أخرى. من هذه النقطة باعتقادي القضايا السياسية عادة تحل
يعني من وراء الكواليس وبطرق دبلوماسية أرقى مستوى يعني من هذا من ردود الفعل بهذه الطريقة. القضية الأمنية هي قضية سيادية وطنية للإمارات العربية المتحدة لدولة الإمارات، وباعتقادي أن هنالك معلومات شبه مؤكدة بأنه خلايا موجودة في تونس وجندت بعض السيدات التونسيات من قبل أجهزة استخباراتية ربما دولة خليجية وربما من إيران وربما من دول إقليمية أخرى. وباعتقادي هذه القضية التي اقتضت هذا الإجراء الفوري. أما رد الفعل التونسي، دولة الإمارات لديها عشرات الجنسيات من كل دول العالم وتعطي تأشيرات بدون أي يعني تحديدات إلا التحديدات الأمنية، وجنسيات العربية مرحب فيها في دولة الإمارات والتونسية تحديدا، لا يمكن أن يكون ذلك اعتباطا. أما ردود الفعل العشوائية يعني المتسرعة برأيي الشخصي أنا، أنه يجب أن لا تكون بهذا المستوى، لأنه هذا المستوى يحل، وعادة الاتصالات الأمنية هنالك ضباط أمن ومخابرات يستطيعون أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، مو عن طريق والله إغلاق المطارات في وجه الطائرات الإماراتية. يعني هي كم عدد المطارات التونسية على سبيل المثال؟ ممكن هل هي مطار شيكاغو ولا مطار يعني هيدرو ولا مطار بومبي على سبيل المثال؟ يعني دعنا نتذكر موقفا وقع قبل عدة أشهر سيد موسى قلاب، دعنا نتذكر موقفا وقع قبل عدة أشهر لما دونالد ترامب منع بشكل كامل المواطنين من دول معظمها في الشرق الأوسط من يعني الدخول إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك القرار بأنه ينبغي لأجهزة معينة ألا تكون على الطائرة. الطيران الإماراتي كان سباقا في أنه اتخذ إجراءات للتسهيل على مواطنيه، ورؤية أن فيها بعض الممحكة لقرار دونالد ترامب لأنه اعتبر قرارا عنصريا من جانب هذه الدول. لماذا الموقف مختلف؟ طبعا يعني لأنه دولة الإمارات العربية المتحدة هي منفتحة على كل العالم وعلى كل الدول العربية والرعاية والشعوب العربية تحديدا والعمالة العربية، ويهمها أنه ما يكون هنالك أي إزعاجات لهم. قضية الولايات المتحدة الأمريكية يعني دولة متفردة في العالم، دولة تنظر باستعلائية إلى كل الرعاية في العالم، تستطيع أن تسن قوانين وتشرع قوانين بعضها وفق عليه من قبل يعني الأجهزة التشريعية في الولايات المتحدة وبعضها يوافق عليه. باعتقادي السبب الرئيسي في دولة الإمارات هو يعود لسبب أمني خطير جدا على أمان الطيران المدني وأمن المسافرين والركاب. باعتقادي هذه النقطة من هذه النقطة يمكن أن ممكن نستمع إلى تعقيب من السيدة بدر على هذه النقطة. سيدة بدر تفضلي، هل من تعقيب؟ نعم، عندي تعقيب. أريد أن أقول للسيد المتدخل يعني شوية من الهدوء لنفهم بعض. نحن لما نقول فيه الأمن القومي، أنا بطبيعة الحال باعتبار مكانتي ورئيسة يعني مركز دولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، فأنا أقول الأمن القومي هو فوق كل اعتبار، وأنا مع الأمن القومي. حتى أنا كتونسية لو حدث لي نفس الشيء أقول أمني القومي قبل كل شيء. لكن أريد أن أعرف من السيد المنفعل الآن كيف تعاملت مثلا الحكومة الإماراتية مع السلطات التونسية. هل كان نحن وزير الخارجية قد دعا السيد السفير وطلب منه تفسير فقال له ليس لدي علم بهذا؟ يعني كيف المعلومات الشبه مؤكدة، من أين لكم هذه المعلومات الشبه مؤكدة؟ هل هناك تواصل مع الحكومة التونسية مع السلطات التونسية مع وزارة الداخلية التونسية لكي تكون هناك تنسيق؟ كيف يشمل يعني كل النساء؟ يعني هل النساء فقط يمكن أن تنفذ العملية الإرهابية؟ بطبيعة الحال لا، يمكن أن هناك رجال. وحتى وإن أن المعلومة، أذهب معك إلى أبعد ما يكون، يعني لو أن المعلومة هي صحيحة ويمكن أن وهو وارد جدا وليس يعني غريب، لكن إذا أوقفت النساء يعني من الذهاب إلى الإمارات، ألا يمكن أن ينفذ الرجال العملية الإرهابية؟ وإذا لم ينفذها التونسي ربما ينفذها يعني إنسان آخر من جنسية أخرى. أنا أقول إن الأمر يستحق منا
احتواء الأزمة لا للتصعيد من فضلكم. احنا مؤخرا يوم 21 و 22 ديسمبر يعني يوم الخميس والجمعة كان لنا مؤتمر قد احتضناه نحن في تونس ونظمه المركز الذي أترأسه المرأة العربية تتحد من أجل السلام، وكانت الإمارات بيننا معززة مكرمة، وكانت كل الجنسيات و11 دولة عربية موجودة معنا، وجلسنا على طاولة واحدة وقلنا نعم للوحدة العربية، نعم للتكامل العربي، لا للفتنة العربية. يكفينا دماء، يكفي سقوط 4 دول عربية. لهذا التناحر لمصلحة من يا أستاذ أرجوك، يعني نحن نقول ننادي دقيقة، ننادي باسم العقل، ننادي باسم الحكمة. اليوم أنا نزلت على صفحتي رسالة مني إلى السيد الرئيس الباجي قايد السبسي وإلى المسؤولين في الإمارات. طيب سيدة بدرة، وإلى شعوبنا الشعب التونسي والشعب الإماراتي، نحتوي الأزمة أرجوكم. طيب أنا فهمت وجهة نظر حضرتك لصالح من منها، هناك بس ناس قاعدة تدخل بدرة على الخط، أرجوكم يعني ما الذي يحدث؟ وهذا السيد ينفعل ويثور، من فضلك شوية حكمة. طيب لتعجيج المشاعر شوية رصانة. سيدة بدرة، أنا أجد صعوبة في الواقع في التواصل معكما، لأنه نريد أن نستثمر الوقت في عدم تكرار المواقف. أنا أفهم أنه حضرتك متمسكة بموقف أنه لا ينبغي تصعيد هذا الموقف، ينبغي احتوائه ولا للتهييج، هذا فهمته فهما جيدا. ولكن سيد قلاب، السيدة بدرة أيضا طرحت نقطة مهمة لها علاقة بالتواصل. في أحوال أمنية كهذه، عادة العرف الذي تحدث عن خرقه الاتحاد العام التونسي للشغل حينما قال خرق المواثيق الدولية وضرب لقوانين الملاحة الجوية الدولية، عادة ما يتم التشاور مع الدولة التي ستتخذ الإجراء بشأنها، إلا في حالتين، إما الشك في الكفاءة الأمنية أو الشك في التواطؤ. ماذا تعتقد حضرتك؟ سيدتي، أولا احتواء الأزمة ليس من قبلي ولا من قبلها، احتواء الأزمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب القرار، وفي دولة تونسية. اثنين، احنا محللين ويجب ان يطرح الرأي بهدوء. القضايا الدبلوماسية والسياسية نعم يتم النقاش فيها من خلال وزير الوزراء، وزير الشؤون الخارجية، وزير دولة الشؤون الخارجية، من قبل سفراء، من قبل نعم. القضايا الأمنية لا احد يستطيع ان يجبر جهاز أمني في اي دولة في العالم ان يقدم معلومات تفصيلية ليثبت للطرف الآخر بأنه سوف يقوم بإجراء أمني معين. نعم. الإجراء الأمني داخل الدولة يتعلق بأمن رئيس الدولة. عندما يكون داخلي في بلدك، أرجوك عندما يكون داخلي في بلدك. لا 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 لا، أنت تتهم بلد آخر ويجب أن تتحد. لا 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 سيدة بدرة، لا، من فضلك أنت لست خبير، أنت بعيد كل البعد على أنك تكون خبير، أنت بعيد كل البعد. الأمر هو تونسي إماراتي ويجب أن يتخذ ما بين الجانبين. هذا ليس في الواقع، هذا ليس حوارا يا سادة. لحظة سيد قلاب، وليست دبلوماسية، أولا سيدة بدرة من فضلك، وليست اجتماعية، وليست علاقات عامة، وليست قضية سياحية، هذه قضية أمنية تعود لأمن الطيران المدني والركاب على الطائرات. ما أحد يستطيع أن يتجاوزها حتى داخل الدولة نفسها والمنطقة، ولذلك ما فيها مقايضة ولا فيها بيع ولا شراء، هذه قضية أمنية تؤثر على الأمن الوطني. طيب أنا فهمت وجهتي النظر، كنت أتمنى لهذا الحوار أن يكون أهدأ وألا نتطرق لبعضنا البعض بشكل شخصي، ولكن على أي حال أشكركما على إيضاح موقفين بوصفكما مراقبين للموقف. من دبي السيد موسى القلاب الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية والدفاعية والعسكرية، شكرا جزيلا. ومن تونس للسيدة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لكما. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه بعد الفاصل. القوات الحكومية السورية تتوغل في آخر جيب ما زال مسلحو المعارضة يسيطرون عليه في الغوطة الغربية. مسيحيو الموصل في العراق يقيمون قداس عيد الميلاد في كنيسة كان تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية قد حولها إلى سجن. شعور مفرح جدا، لأنه غير متوقع أنه يكون أكو قداس في مدينة الموصل بعد 3 سنوات من الحروب والتهجير. We'll be right back.
يقول لي انت ليش خلفتني لهالدنيا هاي وليش احنا محرومين ليش احنا مو عراقيين. نحن على اطراف حي الشهداء جنوب مدينة الفلوجة. لجأ الصحفيون في السودان الى استخدام سلاح الاضراب عن الطعام. هذا دجاج لو بشر يعني شنو يعني انا دولة شنو الدولة. المتظاهرون تجمعوا هنا في ساحة الجمهورية. توغلت القوات الحكومية السورية التي تساندها فصائل مدعومة من إيران في آخر جيب ما زال مسلحو المعارضة يسيطرون عليه قرب منطقة حدودية استراتيجية مع إسرائيل ولبنان. وقال نشطاء في المعارضة إن قوات الجيش السوري والفصائل الموالية له تقدمت شرق وجنوب بلدة بيت جن الذي يسيطر عليه مسلحون من المعارضة. يعد هذا الجيب آخر المعاقل المتبقية لقوات المعارضة في المنطقة الواقعة جنوب غربي دمشق وتعرف باسم الغوطة الغربية، وسيطرت عليها القوات الحكومية العام الماضي بعد قصف عنيف استمر عدة أشهر لمناطق مدنية وحصار تواصل على مدى سنوات ما أجبر قوات المعارضة على الاستسلام. سؤال الليلة، ما هو تأثير سيطرة القوات الحكومية على الغوطة الغربية بالنسبة للمشهد الميداني؟ وهذا السؤال أطرحه في نقاش مع ضيفي من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس، أهلا وسهلا، ومن الريحانية الخبير العسكري العقيد أديب عليوي، أهلا وسهلا بكم. عقيد أديب عليوي، اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهيت في المقدمة. ماذا الآن؟ كيف هو الموقف بعد الغوطة الغربية؟ آخر معقل المعارضة في هذه المنطقة؟ نعم، تحياتي لكم، تحياتي لمشاهديكم الكرام. أستاذ رشا، يعني النظام قال بأنه استطاع إحكام السيطرة واحتلال والسيطرة على العديد من النقاط والتلال التي أحكمت يعني إغلاق هذه المنطقة وقطع طريق الإمداد إلى مزرعة بيت جن وإلى بلدة مغر المير. ولكن في الحقيقة هذه الأخبار ليست صحيحة وليست دقيقة. قام النظام اليوم بحملة عنيفة يعني على قوات الثوار متواجدة في منطقة مزرعة بيت جن ومغر المير، ولكن لم يستطع التقدم. استطاعت قوات الثوار تجمع الحرمون على يعني قصف وتدمير دبابة لقوات النظام وبعض العناصر الاخرى، يعني ولت الفرار يعني حتى انها يعني فرت من المنطقه بشكل يعني كبير. النظام اعتقد انه يبالغ اليوم في هذه الامور. المنطقه لا تزال مفتوحه والمعارك لا تزال يعني على اشدها في هذه المنطقه، ولم يستطع النظام. ولكن نقطة أخرى هامة، النظام هنا ليس له يعني أي مكان في هذه المنطقة. هذه المنطقة بامتياز هي لقوات حزب الله وقوات الميليشيات الحرس الثوري الإيراني. الثوار يقاتلون خمس جنسيات في هذه المنطقة، يعني يقاتلون ميليشيات الإيرانية من إيران، ويقاتلون ميليشيات حزب الله من لبنان، ويقاتلون الميليشيات الأفغانية، ويقاتلون أيضا ميليشيات عراقية، إضافة إلى غرفة العمليات التي يقودها الروس. وبالتالي المنطقة ليس للنظام سوى أنهم هم أقرب ما يكون إلى يعني دليل السياحي، يعني يستطيعون أن يعرفوا المنطقة أكثر من مناطق من بعض القوات الأفغانية وغيرها. ولكن قوات حزب الله أعتقد أنها تعرف المنطقة جيدا لأنها على تماس مباشر مع يعني الجنوب اللبناني ومن جهة الجولان المحتل. نعم، اللواء محمد عباس، حتى وإذا كان ذلك ما حدث ليس من مصلحة القوات السورية ولا من مصلحة النظام إبداء هذا الأمر أو الإعلان عنه بهذه الطريقة، لأنه ذلك يستجلب عدائية من إسرائيل، بدليل أنه إسرائيل تقصف تقريبا كل أو تقوم بعمليات نوعية، خليني أكون دقيقة، للمواقع التي تعتقد أنه العناصر المستجلبة من إيران تفرض فيها نفوذا إيرانيا، أليس كذلك؟ بداية مساء الخير لك ولمشاهديك وشكرا لك. علينا ندقق في المصطلحات. أولا، المعارضات السورية الموجودة في منطقة الجنوبية الغربية هي معارضات جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي فصيل إرهابي وفق تصنيف الأمم المتحدة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه الثورة التي تحدث عنها ضيفك هي الثورة التي تحدث عنها وزير خارجية إحدى الدول الخليجية، والتي قال أننا تهاوشنا مع دولة أخرى على الصيدة والصيدة فرت وما زلنا نتهاوش. وبالتالي هذه المجموعات اليوم هي جيوش بديلة
لدول تشغلها وأعني بها تماما The American Proxy Forces، هي الجيوش الأمريكية التي ما تزال تقاتل في جغرافيا سوريا. النقطة الثالثة أن الدولة السورية اليوم تقوم بتطهير هذه المنطقة من وجود جبهة النصرة وأخواتها أو المجموعات المسلحة التي ترفض الانصياع لمبدأ المصالحة أو لمبدأ المناطق ذات التصعيد والتوتر المنخفض. وبالتالي الجيش السوري اليوم قام بإحكام الطوق على مغر المير ويتقدم الآن باتجاه بيت جن، وأعتقد أنه في صباح الغد سوف يكون لنا موعد آخر إن شاء الله، إن موعد بيت جن هي الصبح، أليس الصبح بقريب. الأعمال القتالية المنفذة اليوم من قبل الجيش السوري بهدف تطهير هذه الجغرافيا من وجود الإرهاب المسلح. لدينا قوات سورية تقوم بتنفيذ مهامها في مناطق جبلية معقدة وصعبة، لكنها ليست عاجزة عن تنفيذ هذه المهام، وأعتقد أن الصبح قريب بإذن الله تعالى. لكن أنا أسأل حضرتك سؤال مغاير تماما، أنا أسأل حضرتك عن ثمن كل ما تتحدث عنه بعد قصف إسرائيل قاعدة قرب مدينة سعود لحضرتك سيد العقيد، بس أنا أريد أن أستوضح النقطة لأنه في الواقع لم أحصل إجابة على سؤالي. اللواء محمد عباس، أنا تحدثت عن مدينة الكسوة الجنوبية دمشق التي قصفتها إسرائيل في عملية نوعية لأنها اعتقدت أنها مجمع إيراني، فأنا أسألكم عن تبعات ما يقوم به الجيش السوري. الإسرائيلي يتخذ كل المبررات والأسباب والذرائع من أجل توجيه ضربات لدعم قواته البديلة التي ما تزال تقاتل في بيت جن وفي القنيطرة وفي تدمر وفي المنطقة الشرقية. هي قوات أمريكية إسرائيلية بديلة، أمريكية بديلة، نعم، الاثنين بنفس العنوان، وتقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بشكل دوري ومتزامن من أجل دعم قتال هذه القوات وتوفير الغطاء الجوي أو الصاروخي أو المدفعي. تتصوري أن الدبابات الإسرائيلية تقوم بالرمي على المواقع السورية بالرمي بشكل مباشر بالمدفعية والدبابات، نعم، من أجل دعم قتال هذه المجموعة المسلحة. طيب، إنها قوات إسرائيلية بديلة. العقيد أديب علوي، واضح أن هناك طبعا نقاط كثيرة، أكثر من نقطة طرحت في نوعية المقاتلين من المعارضة في هذه المنطقة، في رد الفعل الإسرائيلي ومن يستهدف، واتهام لهذه القوات بأنها رديفة للقوات الإسرائيلية. تفضل. يا سيدتي اسمحي لي، يعني المغالطات التي قالها ضيفك يعني كثيرة وكثيرة جدا ومعيبة. إذا كانت المنطقة ويقول أليس الصبح بقريب، على أساس أنه في اليوم غدا سيكون المنطقة يعني تحت سيطرة النظام، ولكن بدل أن تكون منطقة جبلية معقدة وتقول لنا أليس الصبح بقريب، ماذا تفعل داعش في حي التضامن التي لا يوجد فيها لا مناطق جبلية ولا شيء، وهي جالسة بقرب النظام على بعد عشرات الأمتار منه، ولم يستطع النظام أن يتقدم إلى هذه، أو بالأصح هو منسجم مع داعش في هذه المنطقة. النقطة الثانية، يعني أنا خرجت على قناة البي بي سي منذ أشهر في على الكلام على منطقة الغوطة الشرقية وإدارة المركبات، ولا تزال، وقال ضيفك أيضا من دمشق أليس الصبح بقريب، ولا تزال منذ أشهر إدارة المركبات تحت سيطرة يعني قوات الثوار المتواجدة، وهي فصيل واحد فقط وهو أحرار الشام يسانده لوجستيا فقط فيلق الرحمن، لا أسوأ ولا أقل. وبالتالي النقطة الأخرى، هو يقول أن فصائل تجمع الحرمون هي جبهة النصرة. إذا كانت جبهة النصرة فجبهة النصرة قاعدة، ومن أين خرجت القاعدة؟ القاعدة خرجت من سجون النظام ومن سجون المالكي، وداعش خرجت، البغدادي كان في سجون المالكي وطرد من سجون وأخرج من سجون المالكي. وبالتالي النصرة وداعش هي وجهان لعملة واحدة، وهما من تصنيع النظام وإيران ونظام المالكي ونظام روسيا. ولذلك لا يقول لنا أن هذا تجمع الحرمون هو مجموعة من الثوار متجمعة في هذه المنطقة استطاعت فتح طريق وفتح ثغرة وفتح جيب في هذه المنطقة بعد كل الميليشيات المتواجدة في هذه المنطقة، وهي أكثر من خمس يعني جنسيات متواجدة على هذه المنطقة بدءا من حزب الله. طيب، وانتهت بميليشيات إيران والميليشيات الأفغانية. ولذلك لا وجود لقوات النظام في هذه المنطقة التي هي بامتياز يعني منطقة نفوذ حزب الله والميليشيات الإيرانية. ونذكر أن ابن مغنية قتل في هذه المنطقة وغيره من يعني الضباط حرس الثوري الإيراني. اللواء محمد عباس، في الواقع انه الحوار الذي يتحدث عنه بعدين حتى كلام وزير الخارجيه التي يستدعي، نحن لا يهمنا ما يقول وزير الخارجيه سين او عين من الدول. لحظه عقيد اديب، اللواء محمد عباس، الحوار الذي يشير اليه العقيد اديب علوي كان معي في الواقع، وانا ذاك بما انه حضرتك اتيت على ذكر الدول الخليجيه التي تدعم جماعات على الارض، حتى من شهرين على ما اتذكر الحوار
كان الحديث واضحا عن الفصائل في منطقة الغوطة الشرقية. أحرار الشام يقاتلون، جيش الإسلام امتنع عن المشاركة في القتال، فيلق الرحمن يقوم بالإمداد والإنزال فقط، فما قولكم في ذلك؟ ما تزال قوات الإسرائيلية البديلة أو الأمريكية البديلة التي تقاتل في كامل الجغرافيا السورية ومنها القوات الموجودة في منطقة الغوطة الشرقية. نعم إننا يا أخي خلصنا من هذه الأسطوانة المشروخة. لسه قوات إسرائيلية بديلة وقوات لحظة يعني القوات الروسية هي التي ترش الورود والرز على الشعب السوري أم القوات الإيرانية القاتلة الإيديولوجية التي صنعت الإرهاب؟ أنا أريد أن يلتئم بعد إذنك. لواء محمد عباس تفضل. أنا أستطيع الرد بنفس الطريقة لكنني أفضل أن يكشف أوراقه لأنه لا يستطيع أن يتحمل على الإطلاق أن يدرك هو ومن يشغله بأن هيلاري كلينتون وأوباما وكل القيادات الأمريكية تقول إننا نقوم بتدمير الدولة السورية من الداخل. إنهم يفجرون هذه الدولة من خلال الاتيان بهذه المجموعات البديلة التي تحمل لواء وعقيدة وفكرا وثقافة إسلاموية صهيونية مساعدية تنمودية بس الفكر والهوى. أولا لو سمحت أنا أتحرر على تعرض ضيفي بشكل شخصي. العقيد أديب علي ما أنا لا أستطيع إدارة حوار بهذه الطريقة. والميليشيات الأفغانية التي استجابتها التي جلبها بشار الأسد والتي جلبتها وروسيا التي تدمر سوريا وتدمر الشعب السوري. طيب لواء محمد عباس، اولا التعرض الى شخص ضيفي بما هو يعني غير لائق، لو سمحت ان نتحفظ على هذه النقطه. النقطه الثانيه، انا اسال حضرتك عن تقنيات حضرتك طرحتها. انت من قلت انه هناك فصائل مدعومه من جانب الدول الخليجيه، وانا اسالكم هل تغالطون فيما طرحته انا من نوعيه القتال الدائر، ماهيه التسليح، الامداد والعتاد، وامتناع بعض الفصائل المحسوبه على السعوديه جيش الاسلام مثلا عن القتال اصلا؟ سؤال تقني بحت. سؤال تقني بحت تماما. يعني أولا المجموعات الإرهابية المسلحة تمتلك الكثير من العتاد أوروبي الصنع من إنتاج ما بعد عام 2012. كيف دخل هذا السلاح ومن زودهم بها؟ السعودية لم تنكر على الإطلاق أنها تقوم بتسليح وإمداد المجموعات المسلحة في سوريا. لا يعني كل دول معظم دول الجوار الإقليمي لا تنكر هذه الرسالة. فيلق الرحمن تابع لقطر في الواقع وليس إلى السعودية. أستاذ رشا، الغوطة مطوقة من 5 سنوات، من أين أتى السلاح؟ سؤال لواء محمد عباس، هل من رد؟ السلاح موجود في هذه يعني السلاح موجود مبالغات يا سيادة العقيد. في الواقع أنا لا أستطيع إدارة أنا حتى لا أستطيع أن أستمع إليكم، فماذا عن المشاهدين لو سمحتما؟ لواء محمد عباس تفضل. المجموعات المسلحة لديها ما يكفي من العتاد المخزن والذخائر المخزنة، وهي تقاتل في منطقة الغوطة وتستخدم الأرض بتقنيات صحيحة وتقاتل بشكل فاعل سواء كان في منطقة حرستا أو في منطقة جوبر. ولا ننكر تماما أنهم مجموعات مدربة ومجهزة لدى الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، ولديهم ما يكفي من التقنيات من تقنيات الحديثة سواء في الاتصالات أو في العتاد والذخائر المتوفرة لديهم، ويقوم بتسويقها بطريقة أو بأخرى. لحظة العقيد أديب عليوي، تعقيب حضرتك لو سمحت تفضل. يعني شيء مؤسف، منذ 5 سنوات الغوطة مطوقة، إذا كانت الثوار لا يستطيعون إخراج الطفل كريم الذي فقدت عينه وكسرت جمجمته لا يستطيع إخراجه للعلاج، فهل سيستطيعون إدخال الأسلحة؟ يعني هذا هراء، يعني حقيقة شيء مؤسف ما أسمعه. هذا ليس كلام لا فني ولا عسكري ولا منطقي حتى. الثوار طيب مؤمنون بمبدأ مؤمنون بأن لابد لشمس الحرية أن تسطع في هذه المنطقة شاء من شاء وأبى من أبى، ولذلك أنا أقول هم يقاتلون عن عقيدة صحيحة هي ليست ما يسميه بالعقيدة. الموضوع الإسلام هو ديننا لكن على كل عقيدة الحرية ليست عقيدة أخرى. أيضا نحن خرجنا بهذه الثورة لإسقاط هذا النظام نقطة أول سطر. شكرا جزيلا لحضراتكما. أردت استدلالي بالفوضى واستدلالي بالإسلاموية الإسلاموفوبيا. هذا الحوار سيستمر للأبد على هذه الشاكلة. أنا أشكر حضراتكما شكرا جزيلا. العقيد أديب عليوي الخبير العسكري من الريحانية شكرا جزيلا لك، ومن دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس شكرا جزيلا لكما. أقام مسيحيو الموصل في العراق قداس عيد الميلاد في كنيسة ماري بولس التي كان تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية حولها إلى سجن خلال سنوات سيطرته على المدينة. الباتريارك لويس سادكو الذي أقام القداس دعا إلى الصلاة من أجل السلام في الموصل والعالم، وقال في مقابلة مع بي بي سي أن القداس هو مثال جيد للوحدة بين المسيحيين والمسلمين، مضيفا أن من رمم الكنيسة هم شباب مسلم من أهالي المدينة. بالأمس ناقشنا احتفال الموصل للمرة الأولى بعد 3 سنوات بعيد الميلاد، واليوم نقدم لكم هذا التقرير.
كنيسة مار بولس في مدينة الموصل تعود للحياة من جديد بعد 3 سنوات من حكم ما يعرف بدولة الخلافة المزعومة، حكم حول فيها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الكنيسة إلى سجن ومركز اعتقال بعد أن ألحق بها وبمحتوياتها أضرارا كبيرة. مئات السكان عادوا لمدينتهم لحضور قداس عيد الميلاد بمبادرة من السلطات المختصة. قداس بدأ بدق أجراس الكنيسة وعزف النشيد الوطني العراقي ثم عظة من البطريرك لويس ساتكو. نصلي من أجل المدينة العريقة ومن أجل أبنائها، من أجل أن يعود السلام والاستقرار إلى الحضور. عبروا عن سعادة قالوا إنها لا توصف. شعور مفرح جدا لأنه غير متوقع أنه يكون أكو قداس في مدينة الموصل بعد 3 سنوات من الحروب والتهجير والظروف اللي مرت بها مدينة الموصل. كنت أجي أسمع القداس حتى أخذت إذن من المدير على مود يوم الأحد حتى أجي أسمع القداس، وظلينا مستمرين على هاي المرحلة. فهسه رجعت جعلينا ولدنا من جديد. بعضهم قال إن عودة الكنيسة لممارسة دورها الطبيعي سيشجع آلاف المسيحيين على العودة إلى مدينتهم. مصر بصورة عامة كانت مدمرة، بس إحنا كنا نريد نرجع وكنا نريدها ترجع. وتعرف هذه البادرة مال رجعة الكنيسة هي اللي راح ترجع الناس. أمل كرره قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الذي حضر القداس أيضا ممثلا للحكومة العراقية والقوات المسلحة. نتمنى من أهل المسيحيين اللي لم يرجعوا لحد الآن العودة إلى مدينة الموصل. نريد نبني الموصل للكل، مسلمين ومسيحيين، عرب وأكراد وشبك تركمان. نريد الموصل ترجع إلى سابق عهدها كما كانت. إحياء قداس عيد الميلاد في كنيسة مار بولس قد يكون حافزا لعودة أكثر من 30,000 من أهلها المسيحيين، لكنه أيضا رمز لعودة مظاهر الحياة الطبيعية لجميع سكان المدينة بمختلف عقائدهم ومذاهبهم في ظل حكم الدولة العراقية كما كان الحال منذ مئات السنين. ختام حلقة الليلة في العالم هذا المساء، هذه الصور هي لاحتفالات عيد الميلاد من مختلف أنحاء العالم. كل عام حضراتكم بخير، ألقاكم غدا في 6:00.